إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 20 و 21 من سورة النساء، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ارتباط هاتين الآيتين بما قبلهما، من حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر فيما سبق حكم النساء عندما يأتين فاحشة مبينة، بحيث إنه في هذه الحالة يسوء لأزواجهن أن يستردوا منهن ما يتفقون عليه، إما جميع الصداق وإما بعض الصداق. وذكر بعد ذلك ما إذا كان الباعث لهذا الاسترداد هو أمراً لا يعود إليهن، وإنما يعود إلى رغبة الرجل نفسه، بحيث يكون قاصداً من هذا الاسترداد أن يسرح هذه المرأة وينتفع بما يأخذه منها ليتزوج امرأة أخرى وقعت في نفسه موقعاً، بحيث كره هذه التي عنده وأراد التي ليست عنده. فقد بيّن سبحانه وتعالى أن الحكم في هذا يختلف عن الحكم الذي سبق. ومن العلماء من يرى أن هذا الارتباط ما بين هاتين الآيتين وما قبلهما، من حيث أن الله سبحانه وصى فيما سبق بالنساء أن يعاشرن بالمعروف حتى مع كرههن، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولئن كان هذا الكره بلغ غايته بحيث إن الزوج لم يطق عشرة هذه المرأة ورأى أن يسرحها، فإن تسريحها يجب أن يكون بالمعروف لا بالإساءة إليها، بحيث يسترد شيئاً مما آتها إياه من الصداق. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً. وإن أردتم استبدال زوج، أي أن تتبدلوا بالأزواج التي معكم أزواجاً أخرى. فالزوج بناءً على هذا اسم جنس ولو كان نكرة، ولكن هذه النكرة شائعة، وهذا مما يفهم من عبارات الآية الكريمة. فإن الله سبحانه وتعالى خاطب الجمع هنا بقوله: وإن أردتم، ثم قال: وآتيتم فلا تأخذوا. فالخطاب للجمع، وبما أن الجمع لا يمكن أن يجتمعوا على زوج واحدة، كما لا يمكن أيضاً أن يجتمع الاثنان على زوج واحدة، فإن كلمة زوج هنا تحمل على الجنس. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي إن أردتم أن تفصلوا عنكم زوجاً أي امرأة
تزوجتموها لتستبدلوا أخرى غيرها، ففي هذه الحالة إنما يجب عليكم أن تراعوا حقها. وآتيتم إحداهن قنطارا، مع كونكم آتيتم واحدة من هؤلاء النساء اللواتي تريدون أن تستبدلوا أخريات بهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير، وإن اختلفوا في تحديده. قيل القنطار هو ملء جلد ثور من الذهب، وقيل هو 100 رطل من الذهب، وفي الفضة 80,000 درهم، وقيل هو 1,000 دينار من الذهب، وقيل 1,200، وقيل 8,000 دينار، وقيل غير ذلك كما سبق ذلك في آل عمران. معنى هذا أن الرجل لا يحل له أن يسترد شيئا ولو كان الذي آتاها إياه وصل هذا المبلغ، بحيث كان مالا كثيرا جما وصل إلى حد القنطار، فإنه لا يحل له إن أراد استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ من هذا الذي آتاها شيئا ولو كان شيئا يسيرا. وليس للشرط هنا مفهوم، ذلك لأن الغالب الذي جرى عليه عمل الناس في ذلك الوقت أن أحدهم كان إذا أراد أن يتزوج امرأة مكان امرأته السابقة لكرهه إياها، أي لكرهه لامرأته التي عنده ورغبته في المرأة الأخرى التي يريد أن يتزوجها، كان من شأنهم أن يضايقوا نساءهم، فكانوا يبهتونهن بنسبة الفحشاء إليهن، وفي هذا تضييق عليهن، وهذا مما يلجئهن إلى محاولة التخلص منهم بالمال الذي لهن عليه. لما كان الغالب عليهم ذلك، جاءت الآية الكريمة لتتحدث عن هذا الحكم من غير أن يكون لهذا الشرط مفهوم مخالفة، لأن المنطوق إذا سيق مساق الأغلب المعتاد فلا يعتد بمفهومه المخالف، وما هنا كذلك. وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا، هذا الإيتاء إنما هو الالتزام، سواء دفع ذلك إليها أو لم يدفعه إليها، فإن كان ملتزما بقدر من الصداق ولو كان قدرا كبيرا، بحيث كان قنطارا ليس له أن يسترد منه شيئا، أو ليس له أن يماطلها في شيء منه إن كان لم يؤتها إياه، ما دام التزم ذلك فعليه أن يوفيها إياه، سواء سلم ذلك إليها أو لم يسلمه إليها، وكان ذلك في ذمته عليه أن يوفيها ما التزمه من هذا الصداق قليلا كان أو كثيرا. والدليل على أن الإيتاء هو نفس الالتزام قول الله سبحانه وتعالى إذا سلمتم ما آتيتم، فالتسليم إنما هو بعد الالتزام. وقوله آتيتم هنا، أكثر العلماء قالوا بأن الواو الداخلة عليه هي واو الحال، أي وقد آتيتم إحداهن قنطارا، وقالوا بأن العطف هنا لا يسوء، ومن العلماء من أباح العطف، ومن بين هؤلاء قطب الأئمة رحمه الله، وقال بأنه يسوء العطف بحيث يكون عطف سابق على لاحق، لأن الإيتاء إنما هو سابق على هذه الإرادة. ومعنى هذا أن الواو لمطلق العطف، سواء
تقدم المعطوف على المعطوف عليه أو تأخر فلا تأخذوا منه شيئا، أي لا يسوغ لكم قط أن تأخذوا من هذا الذي آتيتمهن شيئا، ولا إن كان لا يسوغ أن يأخذوا منه شيئا. كلمة شيء تصدق على أقل القليل، فمعنى ذلك أخذ الجميع غير سائغ كذلك. وهذا يعني أن أي حالة من الأحوال التي تؤدي للرجل إلى كره المرأة ومحاولة التخلص منها لا تسوغ له أن يسترد شيئا مما آتاها إياه، سواء كان ذلك قد وصل إليها أو التزمه ولم يصل إليها بحيث يمنعها منه، لا يسوغ ذلك بأي حال من الأحوال إلا عندما يكون النشوز من المرأة. فعندما تكون المرأة هي الناشز في هذه الحالة يسوغ له أن يأخذ منها ما آتاها أو بعض ما آتاها على حسب ما يتفقان عليه، كما مر ذلك في سورة البقرة. هذا وقد استدل كثير من العلماء بذكر القنطار هنا على أن صداق المرأة لا يتحدد بحد، فيمكن أن يوفر حتى يكون شيئا كثيرا ولو بلغ مقداره القنطار، لأن الله سبحانه وتعالى لا يذكر في مقام التشريع إلا المباح. وهذا روي أن امرأة ناظرت به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لقد أخرج جماعة من المحدثين، منهم أحمد أصحاب السنن والحاكم وابن حبان والبيهقي والطبراني، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يحدد صدقات النساء بحيث لا تزيد على 400 درهم، وقال لو كانت المغالاة في المهور مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصدق أي واحدة من نسائه، ولا أصدقت أي واحدة من بناته أكثر من 12 أنقية، فأراد أن يجعل هذا هو الحد المحدد. وفي رواية هؤلاء ليست زيادة على ذلك أن أحدا ناظره أو أنه رضي الله تعالى عنه رجع عن هذا الذي أراده، وإنما جاء في رواية أبي يعلى وسعيد بن منصور من طريق المسروق أن عمر رضي الله تعالى عنه ناظرته امرأة في ذلك فقالت أيعطينا الله وتحرمنا، وتلت عليه هذه الآية الكريمة فتراجع عن قراره ذلك وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفي بعض الروايات كل الناس أفقه من عمر وأعلن ذلك على المنبر. وهناك من العلماء من قالوا بأنه ليس في الآية الكريمة ما يدل على جواز المغالاة في المهور. الآية الكريمة وإن ذكرت القنطار فإن القنطار لا يفيد بأن إيتاء هذا القدر من الصداق أمر محبب أو أمر سائغ، بل ينبغي أو يؤمر بأن يقتصر على ما هو قصد ووسط بين طرفي الإفراط والتفريط. وهؤلاء قالوا بأن ذكر القنطار في هذا إنما هو خارج مخرج المبالغة، وذلك كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة، مع أن مقدار مفحص القطاة لا يمكن أن يكون مسجدا، فلا يكون هذا المقدار مسجدا.
ولكن خرج ذلك مخرج المبالغة، وكذلك ما في هذه الآية الكريمة. وذكر الفخر أن من هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومعنى هذا أن ذكر الشرط لا يعني أن الشيء المشروط يجب أن يكون صحيحا، فذكر الآلهة مع الله غير ممكن بحال من الأحوال. كذلك قال من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، مع أن قتل القتيل لا يكون سائغا بحال من الأحوال. فلا يعني هذا أن إيتاء القنطار للمرأة أمر سائغ، لا يعني تشريع هذا الحكم هذا. وقد يكون الشيء في أصله مباحا ولكن تترتب عليه مفسدة، ولولي أمر المسلمين أن ينظر في درء المفسدة، فقد يمنع الشيء المباح درءا للمفسدة، وعندما يكون التغالي في المهور لا ريب أن هناك مفسدة. على أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تضافرت على الترغيب في تقليل صدقات النساء، وكان نفسه صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى في ذلك. فإن الصداق الذي آتاه نساءه والصدقات التي أصدقتها بناته كانت أمرا ميسرا، ولم يكن شيء من ذلك أمرا صعبا. فلذلك كان الاقتداء به عليه أفضل الصلاة والسلام مما ينبغي للمسلم ألا يعدل عنه. ومع هذا فقد يأتي الروايات من طريق ابن عباس وعائشة وغيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن من خير النساء أيسرهن صداقة، وجاء في بعضها خير النساء أيسرهن صداقة، أو أكثر النساء بركة أيسرهن صداقة. هذا يعني أنه ينبغي للمسلمين ألا يعزب عنهم هذا، ولأولياء أمور المسلمين عندما يستشر الفساد بسبب التغالي في المهور أن يدرأوا الفساد، فإن درء الفساد أمر لا بد منه، وقد يقدم درء المفسدة حتى على جلب المصلحة، مع أنه لا مصلحة تترتب على المغالاة في المهور. وجشع الآباء أدى بهم إلى عضل بناتهم عن الزواج، فكثيرا ما يشترطون على الخاطبين أن يدفعوا الصدقات الغالية، وهم كأنما يتفاخرون بهذا الأمر، وهذا مما سبب كثرة العوانس وسبب انتشار الفساد في الأرض. فإن عنوس الفتيات إما أن يؤدي بهن إلى محاولة مقاومة داء الفطرة في نفوسهن، فينتهي بهن الأمر إلى الأمراض النفسية والعصبية، وإما أن يؤدي ذلك إلى الانفجار والعياذ بالله التي تتحطم معه الفلاء الضائل وتتلاشى معه الأخلاق وينتشر بسببه الفساد في المجتمع. فكان تدخل أولياء أمور المسلمين في هذا أمر ضروري. هذا والآية كسابقاتها من الآيات التي تدل على أن للنساء حقوقا على أزواجهن، ومن بين هذه الحقوق توفية ما استحلوهن به من الصداق، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يرزقهن شيئا من حقهن في ذلك. عليهم أن يوفوا لهن هذه الحقوق من غير أن يرزقوهن شيئا من ذلك. ومما يعجب منه ما قاله الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة، بأن هذه المخالعة التي تكون بين الزوجين من غير أن تكون المرأة هي السبب في النشوز والرغبة في الانفصال عن الزوج خشية ألا توفيه حقه. لا تجوز أي المخادعة بهذه الطريقة،
ولكن مع ذلك قال بأن لو وقعت المخالعة من غير نشوز من المرأة وإنما بسبب مضايقة الرجل لها ووافقت المرأة مكرهة أو ملجأة على هذه المخالعة فإن الزوج يملك الصداق. وهذا كلام عجيب. وقال بأن هذا نظير النهي في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نولي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بحيث أمر بترك البيع، معنى ذلك أنه نهى عن البيع. ولكن لو وقع البيع بين المتبايعين فالبيع معظم، وهذا من ناحية قياس مع الفارق، ومن ناحية أخرى هو قياس على أصل غير متفق عليه، فإن صحة البيع أمر لم يتفق عليه إن كان بعد النداء الثاني للجمعة، أي بعد نداء الصلاة. فكثير من العلماء قالوا بفساد البيع في هذه الحالة بناء على القاعدة الأصولية المعروفة بأن النهي عن الشيء يدل على فساد المنهي عنه، فلم يكن في هذا اتفاق بين أهل العلم حتى يحمل المختلف فيه على المتفق عليه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن بين الأمرين فرقا، لأن في البيع معاوضة ما بين المتبايعين، وقد كان ذلك برضاهما جميعا، فالمشتري لم يظلم البائع شيئا والبائع لم يظلم المشتري شيئا، ولم يلجئ البائع المشتري إلى أن يشتري ولا المشتري البائع إلى أن يبيع، كل واحد منهما رضي بالصفقة باختياره وأخذ ما أخذه معاوضة، بحيث يأخذ البائع الثمن ويدفع إلى المشتري السلعة. هذه معاوضة ما بين الجانبين. وإنما كان النهي عن الصفقة لأنها في الوقت الذي نهي فيه عن البيع، فالقول بإثبات ذلك إنما هو مبني على رأي من يرى أن النهي عن شيء لا يدل على فساد المنهي عنه. أما ما نحن بصدد فالأمر بخلاف ذلك، إذ ما هنا إنما هو ظلم، ظلم بين. إذ المرأة استحقت الصداق بالعقد الذي كان ما بينها وبين الزوج، وإن كان يسوغ له أن يسترد شيئا منه إن طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه بعد الدخول بها تستحق جميع الصداق. إن ساغ له أن يسترد النصف من الصداق قبل الدخول فإنه بدخوله بها يجب عليه أن يوفيها جميع الصداق، فتستحق جميع الصداق. فإن رزأها شيئا من هذا الصداق إنما رزأها حقا واجبا عليه لها، فلا يسوغ بحال من الأحوال أن تقاس هذه المسألة على مسألة البيع بعد النداء يوم الجمعة. هذا. وقد دلت الآيات المتقدمة في سورة البقرة وفي هذه السورة الكريمة بأن استرداد الرجل للصداق الذي آتاه المرأة إنما يكون في حالتين: حالة وقوع المرأة في الفاحشة عند إتيانها فاحشة مبينة، أو عندما تكون ناشزا غير راغبة في الزوج كارهة له تخشى العجز عن إقامة حدود الله بسبب هذا الكره الذي في نفسها له. في هذه الحالة يسوغ للرجل أن يأخذ من الصداق أو أن يسترد جميع الصداق إن اتفقت معه على المخالعة، إن رضيت بأن تفتدي منه فلا حرج في هذه الحالة في هذه الفدية. وأما إذا كان الكره من قبله لها فلا يسوغ أن يجمع لها بين مصيبتين: مصيبة كرهه لها وعدوله عنها ورغبته في أن يستبدل بها غيرها،
ومصيبة أن يرزقها ما لها الذي آتها إياه، وقد استحقته منه بحكم الله سبحانه وتعالى، لا يسوغ له في أن يسترد شيئا منها. أما لو كان الكره من الجانبين بحيث كانت هي كارهة له وكان هو أيضا كارها له، وكل واحد منهما يريد أن يتخلص من الآخر، ففي هذه الحالة وقع الخلاف بين أهل العلم، فأكثرهم على أنه بما أنه مشارك في الكره ليس له أن يأخذ منها شيئا. وذهب الإمام مالك إلى أنه بما أن المرأة مشاركة للرجل في الكره وهي كارهة، كما أنه كاره لها، لا مانع في هذه الحالة من أن تفتدي منه. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ نعم، شدد النكير على هذا الأخذ. كيف يأخذ الرجل هذا المال الذي آتاه امرأته، سواء بتسليمه له إليها أو بالتزامه بأن يسلمه إليها؟ كيف يأخذه في هذا الأخذ بهتان، أو هذا الأخذ نفسه بهتان؟ إثم مبين. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ كيف تأخذونه؟ أترضون لأنفسكم أن تأتوا البهتان والإثم المبين؟ وكيف كان ذلك بهتانا؟ نعم، هو بهتان، ذلك لأن المرأة إنما يسوغ للرجل أن يسترد منها ما آتاها إياه إن وقعت في فاحشة مبينة كما سبق فيما قبل هذه الآية الكريمة. ومن شأن المسلم ألا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وقد نهي عن أضلها حتى يأخذ يسترد شيئا مما آتاها إلا إن أتت فاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. من شأن المسلم أن يلتزم أمر الله، فإن خالف ذلك واجترأ على أن يأخذ شيئا منه لهوى في نفسه، أن يأخذ شيئا من هذا الصداق أو أن يأخذ منها جميع الصداق لهوى في نفسه وهي رغبته أن يستبدل بهذه المرأة زوجا أخرى فيصدقها ذلك الصداق، كان في ذلك ما يؤذن أن استرداده لهذا الصداق إنما هو مبني على الحكم الذي سبق، وهو أن هذه المرأة قد جاءت بفاحشة مبينة. ذلك اتهام ضمني لهذه المرأة، أو ما يورث شكوك الناس في هذه المرأة بأنها وقعت في فاحشة مبينة، فلذلك استرد منها زوجها ما استرد، فكان في ذلك بهت لها، أي تضمن هذا الأمر بهتا ضمنيا لهذه المرأة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الصداق فرض على الرجل للمرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فرض لها عليه حكما من الله سبحانه وتعالى، فإن اكترأ الإنسان على مخالفة هذا الحكم كان بمثابة من يرد حكم الله سبحانه وتعالى ويكذبه، وذلك أيضا بهتان وإثم مبين. ومن ناحية ثالثة، فإن هذا الرجل بما التزمه من توفيتها حقها من هذا الصداق في العقد الذي كان بينه وبينها، كان بذلك واعدا أن يوفيها إياه، فإن لم يفي بذلك فقد بهت، حيث كذب وافترى الكذب لأنه فعل خلاف ما وعد به. ومن ناحية أخرى، ولعل هذا السبب يكون أظهر، أن من المعروف بأن السبب في نزول الآية الكريمة ما كان العرب في جاهليتهم يصنعونه من مضايقة النساء عندما يحاولون التخلص منهن لاستبدال غيرهن بهن بإلصاق تهمة الفحشاء بهن، إذ كان الرجل في جاهلية لا يبالي أن يلصق تهمة الفحشاء بامرأته
وهي بريئة مما اتهمها به عندما يريد أن يتخلص منها لترد إليه الصداق حتى يتزوج به أخرى. فبين الله سبحانه وتعالى بأن ذلك بهتان، لأنه بهت لهن، والبهتان هو الكذب المحجر، لأن المكذوب عليه يتحجر منه. مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هاتين الآيتين المباركتين، الآية 20 و21 من سورة النساء، سنتابعه في حلقتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.